كم دلوقتي يا سليمان؟ الساعة 4 الصبح يا باشا. 4 الصبح. حاجة ما مع شاء الحاج الله، ابراهيم عباس. أحلى ناس وأحلى صحبة. النهاردة كام يا سليمان؟ 25 ولا 26؟ النهارده 26 برضه. 26. ايوه كده. ايوه يا جماعة، بالصلاة على النبي، مع ابو الهش. النهارده مفيش كام؟ معلش. النهارده صباح 26. صباح 26، بالصلاة على النبي. صباح النور. الحاج ابراهيم عباس واحد بس. شايفين الناموس عامل ازاي؟ ايوه الناموس مبهدلنا. معلم ايه الحلاوه دي؟ ده صغير ايديا. ايه ايه ده يا سليمان؟ الصلاه على النبي. احجام ده ظرف دي. احجام بالصلاه على النبي. ما شاء الله. الله عليك يا عم ابراهيم، الله عليك، الصلاة على النبي. ايه الوحوش دي؟ ابراهيم عباس واحد بس يا عم ابراهيم. الحلاوة دي يا عم ابراهيم. وانت قاعد تقول لي انا عايز ابعت رسالة لبسيوني، بمس عليك يا بسيوني وبقول لك، ولا تقول لي بقى الادوار ولا الكلام ده. ابراهيم عباس واحد بس، هبقى اوريك يابا الفيديوهات عشان ما تقعدش تكلكت 10 مرة. كلكت 10 مرة عم ابراهيم. عم ابراهيم عباس واحد بس. عم ابراهيم عباس العب، الصلاة على النبي. ايه الدكورة دي يا عم ابراهيم؟ امسكوا كده على ايدك عم ابراهيم كده، الصلاة على النبي. ايه الحلاوة دي يابا؟ بتعمل ايه يا سليمان؟ بتعمل ايه؟ في شبكة في الليل يابا سمك، عشان بس اللي بيقول لك اصل انت ما تعرفش الدرعة اللي فيها البولت المحمل، انا هوريهوله. طيب النبي عليك يا معلم. اه والله الصحبة الجميلة حاج ياسر وعم ايمن والناس الجميلة دي. اخواتنا وحبايبنا المشاهدين، اخونا سليمان معايا سولو. احنا تعبنا من كتر الصيد بالسنارة، قلنا بقى ايه نشتغل بالشبكة. بينتش ماشي، بتغمز واحد بس. الله ينور عليك، بالصلاة على النبي. المهم هنفول الايس بوكسات ولا هنجيب عربية نص نقل؟ خلي بالك هو الحبل اتقطع من كتر السمك. على الصلاة والسلام يا سليمان. من عندنا؟ والله هي تجربة جديدة وبنجربها بالنسبة لنا. شبكة بالصلاة على النبي ايه؟ بتفول. استنى ادي هشام الحبل هنا واجي لك بالعربية هناك. الله عليك يا عم ابراهيم. حاجة كده القرموط بيطلع من الشبكة. زي ما انت وريتني عم ابراهيم كسرتها كده ورحت مطلعها. ايوه انت حط يابا في العياشة، بالصلاة على النبي. انت بقى بتقول يا رب ما تجيبش قراميط. انا عاوز قراميط، انا قصدي يعني الشبكه تبوظ. القراميط دي حلوه قوي. القراميط جميله، ده انا البت عاوزها. بتكلم على الشبكه تبوظ. بص بقى، ده اعمل انت بص، تيجي بين بص، شايف الضيق ده؟ تروح رافعه كده. بص بين كل فله وفله. بص ده ترفع كده يصطاد تاني. بتلم بقى فله على فله.
بص السر في ان انت ترفع بقى تتكلف 2000 جنيه الحته اللي زي دي النهارده. لا والله بص انا همسك همسك كده فاهم. بص كل ما بتسلك كده همسك كده عشان تسلك بس انت افتح البتاع وانا همسك لك كده. لا كده يا استاذ دي اما بتخش بص شوف ده العب راح فين. بص اما بتخش كده العب بينزل ياخد واحده واثنين معاه. انت افتح العب بس انا بعملها لك عشان الجره الثانيه تبقى حلوه. الجره الثانيه بقى عشان ما يبقى هناك وانا وانت هنا عشان ما نتعبش كده. احنا هنروح لاخر هناك خلاص ماشي. هنروح لاخرها الجره دي وبعد كده وبعدين بنروح على في المرازة. يا عم رضا انا اللي بنقل بالعربيه. بص شوف ده كده تمام. تجيني بقى تعالى يا عم القرموط. انت في بقى قرموط ايه معاك استلفف عليها بنروح قاطعين له من العب ده حتتين ولا حاجه فاهم؟ نسلكه عادي. هو داخل ازاي؟ بنروح مسلكين الاول ده كده. بص بص شوف بقى داخل منين؟ تزو فين اهي. بص ده رشا بس هي الجناحة بتاعته دي اللي رخمة بس اكسر امها. خلي بالك عشان ما تتعورش منها. اكسرها حمي. بص قرموط احمر موسم البلح قرب. قصدك ان ده راعي مش مزارع سمك ده صرف المزارع. ها صرف مزارع ما عشان كده ما ياكلش بالسنارة قوي. لشهر 11 و12 في الساعة تيجي تصطاد القرموط ده عشان لما تروح هناك تبقى سالكه معانا يعني مش ايه مش هنسلكها هناك واخد لها رقطه وورده يا عم ان شاء الله خير. بس بعد اذنك يا عم ابراهيم انت بترفع ايدك كتير. يلا هو لازم اما الجر يترفع كل السمك تبص وهي داخله يجري يروح داخل في النص. انت مش لاحظت النص بتاعها هو اللي مليان؟ هو الشغل كده. انا ما اعرفش بقى انا جاي لك واحد واحد. تقل كمان فيها دي عندي لفه هنا. الله ده لو سليمه دي اقسم بالله على انا شو على انا حسيته حسيت بيه مش معاده ده لسه انا ما باكلوش دلوقتي. فرتكت السمك يا عم ابراهيم. هو طلع كده كده بالكسر. هو الغاز ده بيتصلح؟ هو بياخد مدته تاخد الفل والرصاص والخيوط. تخش في حاجه تاني. فاهم؟ مثلا اتقطعت حته وهو جديد لسه بنروح مرقعينها. لكنها ما اتقطعتش. يا شغلي. سمك مبطرخ موت السمك خالص. سمك مزارع ده كله. بص اللحم عامل ازاي. هتدوق وتقول. ايش عم ابراهيم الله ده سمان. انا قلت اجرب حته الغزل دي بقى لو سامح هيجي يروح نصب الشناقات ونصب حته هناك وحته هنا والمحير نمشي بيه محار كبير يوقع القراميط بقى. لسه ده السمك فيه بيبقى كده لسه معاه. عارف ده بقى فين؟ في رمسيس لو واقفه لو المايه واقفه لو البوابه اتقفل. رمسيس لو واحد نزل بفرد الكاوتش ولم على اليمين هياخد كل السمك اللي انت بتشوفه اللي معاهم ده. الكاوتش؟ يعني نزلنا فرد الكاوتش ونصبناه قفلنا كده ومشينا كده ورحنا قافلين عليها تاني ونزلنا في النص قعدنا نطفش كل ده رايح على الغزل. لا والله. او واحد بيعوم. تليفون مين اللي بيرن؟ ها؟ تليفون بيرن. بتاع الشبكه دي. شفت التليفون كده انا كنت موجود.
بوه. هذه السمكه لفاها. سامح بقى ما بيبقى معانا الناحيه دي، الناحيه الثانيه هو اي حد يسلك. اه. على طول، سامع بقى سريع طبعا عندي بره. الو السلام عليكم. ازيك يا عم مجدي؟ الله يخليك، صوتك يا عم الله يخليك. لا انا بجيب فتيس لواحد صاحبي بس. لا ارجع على الساعة 8 9 كده. في حاجة ولا ايه؟ ماشي بس انا بجيب فتيس والله لواحد صاحبي. يعني مش هو كده بيجي يسهر عندنا في عين شمس. طيب خلاص لو كده انا اظبط معايا. هي عربية ايه؟ يعني قصدي تيلي هيجيبه هو جاي ولا هنجيبه احنا؟ سامع بقى كان ايه نجر يلمها بحاله مليانه وراح جايبها لل حاضر مفيش مشكله الكوبري اه فضل اه ماشي يا عم مجدي اتفضل يا باشا. بس السمك هيبقى زي الفل لما الطينه بس هي الطينه رخمه شويه. احنا مسافرين على سيراميك يا عم ابراهيم. بس اقول لك على حاجه بيرد لله الصيادين بيتعبوا برضه. تنين بقى القارب سهل تسليكه وهي مبلوله. يطلع معاه بسرعه دلوقتي دخل تينا وتراب بيضايقك. لكن هو على المركب بس بيتعب برضك يا عم ابراهيم. اتمنى يعني ما يجيبش السمك بالسهل بقى. كنت بحطها على الكوبري وجنب ازازه ميه اروح دالع ميه لما اجي اسلك تلاقيها بتجري معاك. وممكن تتسلك اول باول. اه ما عشان التينه بس. لا لو انت اللي بتلم من ناحيه ممكن تتسلك اول باول. دي بقى مثلا دخلت ازاي؟ دخلت كده تروح جاي شايف ده ديلها فين طالع مثلا من هنا هتطلع كده تفضل معاها لما تروح لففها ومعديها زي ما دخلت كده ترجعها كده. لا مش فاضي لها دلوقتي. العب ده اصل ايه اضعف اربع اضعاف ما جاي سايبه سايب مية مية غزل اصلا دي بتاعت غزل انا فاككها من غزل اه الحبل اه بتاع غزل موجود برضه هشد من جديد دي المرحلة التانية من الجر غبي مش فاهم كانش فلت الفلل من ايده بص برضو بيتكلم في التليفون بقى ريح 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 انت عندك بقى ريح بس انت مالكش دعوه هو بيعمل فيها ريس يلا
يلا بينا. دي اخر حته بقى من جراي. انا بقى من الكوبري للكوبري. النتيجة هي بالصلاة على النبي، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله ينور عم إبراهيم. اه بالصلاة على النبي. حاجة فاخر من الآخر. مش قلت لكم قبل كده انتظرونا واللي جاي أحسن. اشتراك في القناة. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. لايك وشير وكله في الخير. تقيلة يا ابني. اجي لك هناك. هناك مش هتعرف تطلع من الهيشه. انت عايز هي فيها سمك كده؟ لا هي فيها سمك؟ كانت شبكه في حوشه هنا شجره هنا اهي بدل ما تتقطع. طيب ماشي. انا ممكن اديها لك. هتعرف؟ على فكره السمك بيقع منها. اه. تقيل عليه. طب ما تسيبني انا لمها.